السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا الفيديو خفيف ظريف على الناس ديال الباك. اشنو كيقولوا كيديروا قبل وبعد الباك؟ يلا قبل الباك ازا صاحبي بريبار ورا قرب الباك. فمنيتك باقي كتوجد الباك اصاحبي باقي صاحبي راه بالمنطقه شويه العقل شويه ديال الثقافه العامه غتسلك راسك. داكشي يقول لي سهل واه سهل اصاحبي انت غتشوف غندوزو انت غتشوف انت راه خطير انت بعد الباك اش درتي في الريزولطا؟ ما فهمونيش داكشي اللي كتبت ما بغاوش يفهموا. واقيلا النيفو طالع داكشي اللي عندك انت. داكشي عاجبني نيفو اخر ولا معط المصححين من كل الخير بروفيسيونيل داكشي. دابا انت واش نجحتي ولا سقطتي؟ انا مع راسي ناجح انا في الورقه سقطوني تذكروا معايا واش هذا الراتراباج يفهموك؟ لا لا حتى الراتراباج ما داروا معنا والو. العام الجاي يفهموك العام الجاي لا يفصل يفصل حتى هو العام الجاي والو ما بغاوش كيذكروا معايا حتى المح الامي ويفهموك ان شاء الله. قبل الباك فين اخر نديرو نجيب الباك اخويا انا نديرو نجي اخويا نديرو نجي شوف الباك راه غير امتحان الحياه مليئه امتحانات يعني خاصك تكون ذكي. انا ننصحك واحد النصيحه على سبيل الله قبل الباك غتاكل التمر والزبيب والشكلاط ياك الشكلاط وفي المراجعه عمرك تراجع بزاف راجعي شويه العقل ما كيبغيش تدخل ما كيبغيش تدخل تدخل بصح راك تراجع بزاف لا 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 هذا هو الغلط هنا فين كيوقع لنا طبق هادشي ويكون غير خير واخا عقل عليا بعد الباك فين اخونا عقلتي عليا على انا قد نساك انا الله يحفظك الله يعطيك الخير النصائح ديالك قدامين ياك ومالك جوج جوج مرات نجحتي جبت جوج ياك لا راتراباج لا راتراباج لا والو امال فين كيصدقوا زعما هاد النصائح ما تمالك انت فايتو تقول شي واحد لا صدقوا صدقوا شحال من واحد انت صدقوا ولا انت لا انا ما شادش الباك انا حبست في التاسعه انت في التاسعه انا كطرا لي شي مشاكل مع الوالد انت في التاسعه وجي عندي انا انت باغي تخرج عليا انت اش بغيتي عندي اش بغيتي مع الوالد قبل الباك الصوت خصنا نديرو لافاكره في التيتيز اش منيتك ناوي دير لافاك اصاحبي واش دابا تلافاك من دراسه دابا انا غندير لافاك وشنو غدير الا ما درت الميديسين ولا رشاد كثير ما نتسماش كنقرا يلا انا دابا نود من حدايا كاع تخصك ولا شي حاجه شد النيفو هذا صاحبي بعد الباك السلام عليكم السلام عليكم لاباس بخير الحمد لله اكتا ماشي دريري كنلعبوا كره وهذا الناس حيت هذه طريق لافاك هذه ياك هذوك الناس ساكن مكرفسين مساكن انا راه ما معاهمش واخا تشوفني جيت من طريق ما طفاتش الشكره هذه لا ما ضربهاش لا مكتوبه راه يديك والله الا راك تقرا في لافاك لا علاش ما كنقرا في لافاك انا راه الوالده مصيفطني عند واحد السيد صاحبو استاذ قال لي سير تسنتلو اش تيقول ودير له خاطرو كنديروا له خاطرو صافي كنتسنتلو ليه نشوف اش غايدير انا نمشي دابا في حالتي ياك انا ما تنقراش تما هادشي ورجع مع الجوج دير له خاطرو بقى ترجع 3 سنين تاخذ الدبلوم ديالك وانت كدير له خاطرو قبل الباك انوار 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 اشنو كاين اخويا انا ماشي بريباري لا لا ما مساليش ما مساليش كنلعب كنلعب قول باك اصاحبي انا ما عندي ما ندير بشي باك انايا اصلا داكشي سال سير اسي باي باي انا كنلعب دابا يلا قولوا بجوم دابا غنمدرج باش نبداو فيزيك سيونس وبعد الباك دابا انت اخويا كي درتي جبتي 19.2 والله ما فاهم كذب عليك اخويا والله ما عارف منين نزلت عليا عمري رجعت معاكم ما كتقراش كاع عمري هزيت شي كتاب قدامكم والو اخويا والله ما فاهم ما فهمتيش كاع قول ما فاهم كاع ما فهمتيش كاع العفو الله يلعفو بيا واللي كسلاب 3.24 فهم هذاك قبل الباك نضوري دي تقرا الباك قرب نوض لا راه فاهم الوالد داكشي ساهل ما تخافش عليا انا راك عارفني راه فاهم فاهم انا غنشوفو فاهم بعد الباك اقول لي يا ودي ديك النتيجه ديالك ما بغاش تبان انت ولا كيفاش شرادي باش تظن الناس النتائج ديالهم لا انا ما وقع لي واحد العائق لقاو عندي واحد المشكل في الورقه والدواء تصح في الانجليز صح في الانجليز الانجليز ها هي ها الانجليز شو شحال جبتي ثلاثه كاع شوف عربيه واحد حنا جايين من المانيا حنا جنسيه المانيا كتفهم الدارجه شويه كتفهم العربيه شويه راك عارف كمان تواصل معنا كتسمعناش كنقولوا في الدار وشوف شوف الطبيعه الاسلاميه شوف جو جونس مرحبا بك في الاسلام مرحبا يا مرحبا الله يبارك فيك الحمد لله قبل الباك قول لي يا ولدي انت شنو عندك هاد العام الباك مزيان وعرفتي وليدي الا مشيتي جبتي شي 12 عرفتي لي شي حاجه ولا كيفاش غنشري لك بيكالا ولدي بيكالا تكون بحالك بيكالا يلا سير تراجع سير بعد الباك ولدي جبت الباك وعرفتي بشحال شحال جبتي 14 شحال درنا حنا درنا 12 دابا انت كترفع السقف ديال التحدي كتحدى باك ياك دابا دابا يلا مشيت قلت للمول بيكالا تصاوب لي بيكالا على 12 جايب لي انت 14 ها شو قلبي صافي الوليد صافي ما كاين لا بيكالا والو صافي ما بقاش بيكالا دابا مزيان قبل باك هذاك الصبي اجي حمل لي الاثقال ديالي عافاك استاذ كوليدي الاثقال ديالي انت مشكله هنالك سهله سريع انت الباري وبعد الباك هذاك الصبي صبي راه كبرناش من صبي مالك اش كتقول اولدي اجي حمل لي الاثقال ديالي ادي لي الزبل ديالك تي ساح حمل لي الاثقال انت معوق وزيدونا شنو كان بيناتنا باك ايوا راه ساله يلا حيد لي من هنا يلا حيد غادي تادي الثمن غالي جدا غادي تادي الثمن
فوالا هادشي اللي كاين. ما تنساوش تابوناو عند زوهيروس وانا نخليكم لاشين ديالهم بجوج في الديسكريبسيون. ما تنساوش تابوناو عندي حتى انا وتجيو عندي الانستغرام وسناب شات. والناس ديال باك غادي نقول لكم الله يوفقكم والله يعاونكم وما تنساوش حقين الزبده ضروري. تو بيس.